طبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ازاي ان احنا نقدر نقرا فيتشر، ازاي قصدي ان احنا نقرا صوره، ازاي ان احنا ممكن نطلع نحول مثلا من ار جي بي لجري سكيل والحاجات دي كلها. انتوا كان عندكم خلفيه عنها، بس احنا ما اللي عملنا ريفيجن عليها سريع. ازاي ان انا ممكن اخد الفيتشر، لو اتكلمنا عن الفيتشر طبعا ازا جري سكيل، يعني لو خدنا الجري سكيل فاليو واستخدمناها ازا فيتشر، او اذا خدنا مثلا البيكسل فاليو اذا كانت مثلا جري سكيل او ار جي بي او ايا كان سي ام واي، وديت ان انا اخدها از فيتشر وقلنا انها ممكن تبقى معايا مفيده. لكن دي طبعا كانت البدايات خالص. انا لما جيت ابص للصوره بصيت للصوره از ايه، از بيكسل، والبيكسل مكونه من مثلا جري سكيل فاليو. فقال لك انا ابسط حاجه اخدها ان انا اخد الفاليو بتاعتي از فيتشر. انتوا فاهمين انا بقول ايه يا شباب ولا ايه؟ فاهمين انا بتكلم في ايه؟ انا لسه ببدا اهو. السكوت علامته ايه طيب يعني؟ طب في حد معايا طيب؟ ده يا عشان باشمهندس فاهمين تمام. ماشي. بداية بقى قلنا في مشاكل طبعا ان انا استخدم الجري سكيل از فيتشر، او ان انا استخدم البيكسل فاليو از فيتشر، لان طبعا هيكون زي ما احنا شفنا الليسته معايا كبيره قوي. ان انا استخدم طبعا ان في ان، لو كانت 28 في 28 يبقى معاك 700 حاجه و80 تقريبا فيتشر. لو ده لو سايز الصوره بس 28 في 28، ولكن انت لو عندك صوره مثلا دلوقتي بتتكلم في 200 بكسل في 100 بكسل، فانت بتتكلم في كام؟ في 2000 فاليو في كل لسته داخله لك ممثله لصوره، فالموضوع هيبقى متعب شويه. فبدأ ان هم يدخلوا في حاجات تانية، فبدأنا ان احنا شفنا المره اللي فاتت برضو الهيستوجرام از فيتشر، شفنا ازاي ان انا اطلع برضو الايدج ديتكشن. اديتكم السكشن اللي فات مجموعه من الايدجز، انتوا كده كده دارسينهم، فانا حبيت ان انا اديهم كلهم مع بعض بحيث ان انتوا تبقوا ايه يعني لحد ما لو زرعنا فيهم فاهمين. النهارده هناخد موضوع واحد هو الكوكورنس ماتريكس او جي ال سي ام. بيتكلم عن ايه ده؟ قال لك ان انا هبدا ان انا ادخل بقى. طبعا احنا لحد دلوقتي بنتكلم في حاجه جزء اسمه statistical feature extraction، في حاجات تانية احنا لسه هندخل لها بعدين، بس احنا لحد دلوقتي بنتكلم في الاستاتستيكال، ان انا اشتغل على البيكسل نفسها اعدل فيها واعمل عليها حسابات وهنشوف المعادلات اللي احنا بنطبقها. زي مثلا احنا في الهيستوجرام، انت بتبدا بالهيستوجرام بتحسب كل بيكسل اتكررت كم مره، فانت بتعمل معادله، فانت بتعمل حاجه ستاتستيكال. تمام. هنا في الكورنس ماتريكس برضه انت بتحسب حاجه معينه. تمام. هنشوف الحاجه اللي احنا بنحسبها دي. ففي في الحاجات اللي احنا بناخدها دي كلها اسمها ايه؟ بنتكلم في الاستاتستيكال فيتشر اكستراكشن. فهو ده بيقول لك طبعا ان هي دي من اقدم الاوبريتورز اللي احنا كنا بنستخدمها في الفيتشر اكستراكشن، كان اسمها الكورنس ماتريكس. طبعا الراجل المحترم ده هو اللي قدمها. بعد كده بيبدأ يتكلم هي ايه، هنشوفها تفصيلا تحت. احنا ندخل في المثال على طول بحيث ان احنا نفهم ايه هي الكوكورنس ماتريكس. طبعا هي شيء بسيط جدا، بس بناء عليه اتبنى طبعا اساسات علميه كثيره جدا في الفيتشر اكستراكشن. اول حاجه قال لك لو انت معاك الاوريجينال ايمج بالشكل ده، انا دلوقتي مش هبص على البيكسل فاليو نفسها وابدا ان انا اعدها او اخدها معايا في كفيتشر. قال لك امال هتعمل ايه؟ قال لك انا هعمل كوكورنس ماتريكس بالشكل ده. اول حاجه هشوف عندي كام فاليو جوه الايمج دي. فانا لو بتكلم في جري سكيل هيكون عندي 256، تمام؟ اللي هي 256 فاليو لكل ايه؟ لكل بيكسل. هنا قال لك لا، انا مستخدم مثلا هنا الصوره دي از بايت، يعني اللي هو بيحفظها من 0 ل 8 او من 1 ل 8، تمام؟ فكل الفاليو هنا اما تتراوح من رينج 1 ل 8. فقال لك ان انا هعمل بقى مصفوفه بالشكل ده. المصفوفه دي بتقول لك ايه؟ دقيقه هجيب لكم القلم. فدي يا شباب دي الاوريجينال ايمج بتاعتك العاديه خالص اللي انت داخله لك اذا ايه؟ اذا ام. قال لك ان انت هتبدا تشوف هي فيها موجود كام فاليو، اليونيك فاليو اللي موجوده فيها. فانا موجود عندي من 1 ل 8، فقال لك هبدا احط القيم بتاعتي بالشكل ده من 1 لكام؟ ل 8، وهبدا احط ال 1 ل 8 برضه هنا بالشكل ده. طب وبعدين؟ قال لك هتريس حاجه معينه. ايه الحاجه المعينه؟ هو التكرار بقى.
قال لك هشوف الواحد والواحد اتكررت كام مره، تمام؟ هيبدا يعد الواحد والواحد، مثلا هنا اتكررت ادي مره، تقريبا اتكررت مره واحده بس. قال لك الواحد واحد هيحطها فين؟ قال لك هتحطها الواحد والواحد اهو، بيشوف هي اتكررت كام مره، السيكونس نفسه بيقول لك واحد وواحد اتكرر كام مره، اتكرر مره، فيحطها هنا، تمام؟ فمن اسمها كده كورنس ماتريكس، بيعد ايه؟ التكرار بتاع سيكونس معين، السبعه والخمسه وهكذا يبدا يعدها. لو بصينا هنا على السته والاثنين، هتلاقي عندك السته والاثنين هنا بدا يعدها، هيلاقي مفيش غير سته واثنين، سته واثنين، سته واثنين، فاتكررت كام مره؟ ثلاث مرات. يروح نازل عند السته كده والاثنين، ويروح كاتب كام؟ ثلاثه. الاصفار دي معناها ايه؟ معناها ان السيكونس ده ما حصلش ابدا، اللي هو السيكونس مثلا اثنين واحد ما حصلش، الثلاثه وواحد ما حصلش. طب ده هيفيد فين بقى؟ هيفيد في صور مختلفه. ليه؟ لان احنا قلنا الصوره المعبر عنها الفاليو بتاعت البيكسل بتاعتها، فالسيكونس اللي هي ماشيه فيه الصوره، لو كانت مثلا قطه، لو كان ايدج، لو كان كورنر، فكل حاجه بتكون لها مميزه، يعني بتكون لها فاليو معينه. فالفاليو دي هقدر ان انا لو حسبت الكوكورنس بتاعها اللي هو التكرار بتاع سيكونس معين، وحسبته بالطريقه دي، هقدر اطبق عليه برضو مجموعه من المعادلات، والكوكورنس ماتريكس دي اطلع منها اكتر من حاجه مفيده بالنسبه لي، تمام؟ فهي دي الكوكورنس ماتريكس ببساطه جدا. قال لك ان انا همسك المصفوفه بتاعتي، تمام، هبدا اجيب الجري سكيل بتاعتها اللي هي الفاليو اللي موجوده فيها. اول حاجه هشوف الفاليوز الموجوده عندي، اليونيك فاليو هي قد ايه، تمام، اللي هي الممثله لكل بيكسل. فلا عنده مثلا هنا 8 فاليو، فقال لك يبقى هيبقى عندي مصفوفه 8 في 8، تمام. خد بالك المصفوفه دي ممكن ما تكونش 8 في 8، هي فعليا مش 8 في 8، هتلاقيها 2 4 6، تقريبا 6 في 6، 2 4 2 6 في 6، تمام. لكن الكوكورنس ماتريكس طلع 8 في 8، وخد بالك ممكن تبقى 6 في 6 تطلع لك 10 في 10، على حسب الفاليو الموجوده عندك هنا، اليونيك فاليو قد ايه، تمام. فانا قلت لك مثلا اليونيك فاليو بتوعي 8، فبقى تعمل لي مصفوفه 8 في 8، تعمل فيها ايه؟ قال لك هتشوف تكرار كل سيكونس معين، مثلا الواحد والواحد اتكرروا كام مره؟ هتبدا تعد، ادي واحد واحد ما اتكرروش غير مره واحده، تبدا تحطهم. هتلاقي مثلا عندك السبعه والخمسه، تعال نشوف السبعه والخمسه، هتبص ادي مره تقريبا مش هتلاقي السبعه والخمسه اتكررت تاني، مش ما اتكررتش فعلا تاني. فهتلاقي عندك السبعه والخمسه، ونزلت عند السبعه كده وجيت عند الخمسه بالشكل ده، هتلاقيها اتكررتش غير ايه؟ غير مره واحده. هي دي الكوكورنس ماتريكس، وازاي ان احنا ايه نحسبها. لو جيت بصيت برضو على الاخر الفاليو، هتلاقيها كام؟ الثمانية والثمانية، هتلاقي الثمانية والثمانية بيقول لك انها اتكررت مرة واحدة، اللي هي الفاليو اللي هنا، تمام. تبدأ تبص على الثمانية والثمانية، مش هتلاقيها اتكررت غير مرة واحدة اللي هي هنا. تبقى هي دي مين يا شباب؟ دي الكوكورنس ماتريكس ببساطة جدا. قال لك ان انا هبدأ اجيب الصورة بتاعتي، اجيب الكري سكيل بتاعتها، واشوف السيكونس، كل السيكونس طبعا اللي عنده، هو عندك 8 في 8، فهو جاب الاحتمال كله، لان انا عندي 8 ممكن يجوا مع 8، فاللي هي ايه؟ 8 في 8 اللي هي 8 باور 2 اصلا. لو هتاخد سيكونس من 3 هتبقى مالتي دايمنشنال بقى، هتبقى ايه؟ اكس وواي وزد، هتبقى 8 في 8 في 8. يعني انت لو تاخد مثلا سيكونس 1 1 1 7 اتكرر كام مره، هتبقى عندك 8 في 8 في 8، دي هتبقى مالتي دايمنشنال. احنا مش هنتكلم عنها، هنتكلم دلوقتي عن فين؟ عن ال 2 دي العاديه. لو انا هاخد مثلا 8 في 8 او 256 في 256، واضح الكلام كده يا شباب؟ طبعا طبعا. قال لك في طريق في حساب الكوكورنس ماتريكس اصلا، قال لك في اكتر من طريقه ممكن استخدمها، نشوف دلوقتي. يا باشمهندس، هي الأرقام اللي هي من 1 لـ8 دي، هي دي مش بتعبر على عن اللون صح؟ لا دي بتعبر عن اللون فعلا، بس انا عندي اللون هنا مش ارقام، اللون هنا مش جري سكيل. الارقام دي تعبر عن الالوان، اللي هنا دي تعبر عن الالوان، انما اللي هنا لا. طيب ازاي انا بيبقى عندي مثلا ألوان من 0 لـ256 واطلع منهم 8 بس؟ لا ده انا بقول لك على حسب الصوره بتاعتك، على حسب ما اديك انا اقول لك الصوره، بس هنا طبعا مثال بسيط عشان نقدر نفهم، فاحنا مش هنقدر نمثل 256 ايه فيتشر، فاحنا قلنا لا ان احنا هنمثلها مثلا كصوره داخل الانبوت بتاعها 8 في 8، ولنفرض ان انا عندي الجري سكيل كان 8 بس. انا فاهمك انت بتقول ايه، بتقول ازاي ان انا عندي الصوره هتبقى داخله 8 جري سكيل بس. لا هي مش 8 جري سكيل، هي 256، ولما اجي احسب مش هحسب 8 في 8، هحسب 256 في 256، بس المثال ده طبعا احنا بنطبقه على 8 في 8، فاهم حاجه؟ يعني هنا احنا بنفرض ان الجري سكيل بتاعتي من 1 ل 8 بس، عشان نبدا نضرب المثال بتاعنا. انا ممكن مثلا اجيب لك المثال في الامتحان، اديك الصوره بالشكل ده، هم 8 بس، اقول لك ان الجري سكيل فاليو بتاعتك هم 8 بس مش 256، عشان انت تقدري تحلها لي. بالنسبه لي لما تيجي ترسم 2 256 في 256، مش هتقدري تجيب ورقه تستوعب الرقم ده، فاهم قصدي؟ بس حضرتك قلت ان احنا بناخد ال distinct value، ايوه طبعا. ازاي بقى؟ يعني حضرتك هتبقى مدينة 8، فهنشتغل على 8 كل
لو اديتك 8 يبقى تشتغل ال 8 كلهم، بس مش هديكي جواهم حاجه من 256. اي فاهم قصدي؟ يعني انا هديك الرينج بتاعي من 8 ل 8، بس اهم حاجه انا مش المثال، اهم حاجه ان احنا نفهم اصلا الطريقه نفسها، اهم حاجه من الامتحان يعني مش دلوقتي، المهم ان احنا نفهم الطريقه نفسها. الطريقه بتقول ايه؟ بتقول ان انا لو عندي دول 256 فاليو جوه هتبقى 256 في 256، بس هي دلوقتي 8، ليه 8؟ عشان نقدر نوضح المثال قدامنا. واضحه؟ لا طب حضرتك قلت هناخد ال distinct value، احنا لو عندنا 256 يبقى نشوف بس الأرقام اللي هي اللي مش متكررة، مثلا لو 100 رقم مش متكرر هيبقى 100 في 100 مثلا، لا صح؟ لا 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 طبعا، لا مش متكرره، لا ده انا هاخد اليونيك فاليو اللي هي بتاعتي اصلا اللي هي الديسكريبتيف بالنسبه لي. لا 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 انت فهمتني غلط، معلش. قصدك يعني الواحد والواحد اتكررت فمش هاخدها؟ لا لا، امال ايه؟ الصورة الأساسية اللي احنا اللي معانا، مش هي بتبقى 256 في 256 لا جوه مش 256 في 256، هي موجود فيها 256 فاليو. الرينج بتاع ايوه القيم بتاعتها تمام. يتراوح من 0 ل 256. 0 يعني تقريبا ابيض، و 256 يعني اسود او العكس. ايوه صح، معلش انا اتلخبطت. احنا بنتكلم في النقطه دي بقى، فانا القيم اللي انا هحسبها اللي هي ايه؟ اللي هي التكرار بتاع القيم دي ورا بعضها، 0 1 0 256 256 4 وهكذا. فلو كانت القيم بتاعتي جري سكيل عادي، فالرينج بتاعها جوه هيبقى من كام؟ من 0 ل 256، فعشان اقدر امثل السيكونس كلهم هتبقى كام؟ 256 في 256. لكن المثال هنا كل القيم اللي جوه كام؟ هم 8 بس، يتراوح الرينج بتاعهم يتراوح من 0 من 1 ل 8، مفيش اكبر من كده ولا اقل من كده. فهتبقى عندي 8 في 8، بحيث ان انا كده هقدر اجيب كل السيكونس المحتمله اللي هو احتمال تكرار من 1 ل 8 ورا 1 ل 8. وضحت ولا ايه؟ ايوه خلاص كده وضحت، شكرا. اكيد يعني؟ والله فهمتها. الباقيين معانا ولا ايه؟ ممكن حضرتك تعيد المثال بتاع 6 و2 ده تاني؟ ماشي حاضر. المثال ده فين؟ 6 و2. 6 و2. بص انا بقول لك ايه، في الكوكورنس ماتريكس انا باخدهم اصلا فاليو باي فاليو، اللي هو خلينا نجيب من الاول خالص. انا مسكت الصوره بتاعتي، انا همسح لكم الكلام ده. انا عاوز ايه اصلا في التو كورنس ماتريكس؟ قال لي كان عاوز احسب تكرار كل سيكونس محتمل يحصل انه في الصوره دي، كل سيكونس محتمل انه يحصل في الصوره دي. كل سيكونس يعني ايه؟ يعني كل تو بيت ممكن يجوا ورا بعض، كل تو فاليو ممكن يجوا على ورا بعض، عاوز احسب احتمالهم في المصفوفه دي. فقال لك اول حاجه هتشوف انت عندك الفاليو اللي مكونه للصوره دي قد ايه. في الجري سكيل بتكون 256 فاليو، اللي هي القيم بتاعتي تتراوح من 0 ل 256، لكن الصوره ما بتبقاش 256 في 256، هي الفاليو اللي جواها من 0 ل 256. تمام؟ فقال لك القيم بتاعتك هتيجي تعمل مصفوفه بالشكل ده 256 في 256، ليه؟ عشان تقدر تستوعب كل الاحتمالات اللي ممكن تيجي ورا بعضها. طيب انا هنا لو عندي 8 الفاليو بتاعتي من 1 ل 8، القيم اللي جوه من 1 ل 8، قال لك يبقى المصفوفه بتاعتك الاوتبوت بتاعك هيبقى 8 في 8. ليه 8 في 8؟ عشان تجيب برضه احتمال كل الاحتمال تكرار كل القيم من 1 ل 8 ورا كل القيم من 1 ل 8. قال لك هتعملها ازاي؟ قال لك هتبدا شوف بقى اول قيمه عندك كانت كام، كام وكام؟ كانت 1 و1. تبدا تشوف ال 1 و1 اتكررت في المصفوفه دي كام مره؟ فهتلاقي ال 1 و1 ما اتكررتش غير ايه؟ غير مره واحده اللي هي هنا. ولو جينا حسبنا كده بالشكل ده وبصينا تحت مش هنلاقي الواحد جات ورا الواحد ولا مره خالص. تمام؟ طب حلو قوي، يبقى دي بكام؟ يبقى دي بواحد. بعدها هتبص على الكام؟ الواحد والاثنين، الواحد والاثنين، يعني الواحد جت قبل الاثنين كام مره؟ هتبص هنا مش هتلاقي غير هي ادي مره. تمام؟ فين الثانيه؟ الثانيه تحتها على طول اهي. واحد واثنين. تعالى بص تاني على واحد واثنين، مش هتلاقيها اتكررت ايه؟ وراها ابدا. يبقى دي بكام؟ دي باثنين. السيكونس اللي اسمه واحد واثنين اتكرر كام مره؟ اتكرر مرتين. طب السيكونس اللي اسمه واحد وثلاثه، اللي هي الواحد جت قبل الثلاثه كام مره او الثلاثه جت بعد الواحد كام مره؟ مش هتلاقيها حصلت ولا مره، لان انا ما عنديش صفر اصلا. تمام؟ قصدي معلش الواحد والثلاثه مش الصفر، انا اسف. الواحد والثلاثه ما جاتش ايه؟ بعدها خالص. يبقى ايه؟ يبقى دي بصفر. طيب المثال بقى بتاع الكام؟ بتاع السته والثلاثة. طبعا هفضل احسب القيم دي كلها كده بالشكل ده لحد ما اوصل لمين؟ لحد ما اوصل للستة والثلاثة دي. طيب الستة والثلاثة دي حسبتها ازاي؟ انا بقول الستة جت قبل الثلاث، قبل الاثنين بقى معلش، الستة جت قبل الاثنين كام مرة؟
فببدا احسب بالشكل ده، اشوف الستة، والله هنا لسه ما حصلتش معايا، هنا ظهرت الستة ثم بعدها الواحد، ماشي تيجي معايا. طيب الستة فين تاني؟ الستة فين تاني؟ لقيت الستة هنا، الستة وكام؟ ستة واتنين، ادي مرة ثم ستة واتنين، ادي مرة ثم ستة واتنين، ادي تيه 3 مرات، يبقى القيمة دي بكام؟ بتلاتة. السيكونس ده اتكرر في الصورة دي 3 مرات، وهكذا بقى على باقي القيم كلها. وضحت كده؟ يعني انا باخد الواحد واشوفه متكرر كم مع واحد وواحد واثنين وواحد وثلاثة واربعة لحد تمانية وهكذا مع بقية الارقام. ممتاز. يبقى الاحتمالات بتاعتك تبقى كام؟ تبقى 2 اس 8، 8 اس 2 اصلا، هي 8 في 8 تمام بالظبط. تمام ماشي شكرا. وضحت كده؟ اه الباقيين تمام. معايا؟ هو انا بس مش فاهمه نستفيد ايه من ده بعد كده، يعني انا دلوقتي اعرف ازاي اجمع الصوره بعد كده. هنقول لا انا مش خلاص. بص بص بقى دقيقه، في مرحله الفيتشر اكستراكشن لازم تفهموا حاجه بقى. انا الصوره داخله لي از جري سكيل، داخل لي مثلا احمد في صوره، او داخل لي لا مؤاخذه مثلا انا بتريس في كارز في الطريق، فداخله لي صوره كار. تمام، انا عاوز اعرف والله صوره داخله فيها الكار وصوره مش داخله فيها، داخله مثلا الطريق من غير عربيه. طب انا دلوقتي عاوز احدد، اكيد في الفيتشر اكستراكشن بقى عاوز افرق ما بين الصوره اكس ماشي اللي هي داخله مثلا بالعربيه، والصوره اللي من داخله من غير عربيه اللي هي اسمها واي. تمام، فببدا اعمل ايه بقى؟ ببدا احسب مجموعه من الفيتشر في الاكس ومجموعه من الفيتشر في الواي، اللي هي الفيتشر اللي هحسبها في الاكس احسبها في الواي، يعني بعمل عمليه على الاكس واعمل عمليه على الواي. طبعا دي هتطلع لي زد، هتطلع لي ايه؟ حاجه تانية خالص غير الاكس، خلاص انا بالنسبه لي الاكس خلاص اتلغت، الصوره نفسها الاصليه انا مش محتاجها. الواي برضو هتطلع لي مثلا ايه؟ زد 2، او خلينا نقول او 2، بس خلينا نقول زد 2. زد 1 وزد 2 لازم يختلفوا عن بعض، ليه؟ لان الصوره دي تختلف عن دي. هو ده اللي انا عاوز اوصل له، عاوز اوصل لافضل طريقه اقدر افرق بيها بين الصورتين. فانا بعمل حاجه اسمها فيتشر اكستراكشن، بطلع فيتشر من كل صوره. تمام، ببدا اقول العربي الطريق ده مثلا تكرار القيمه بتاعت واحد واحد في الصوره الاولى اتكرر مثلا 50 مره، في حين ان في الصوره الثانيه ما اتكررش خالص. دي فيتشر بالنسبه لي، هو ده اللي انا عاوز احسبه. فالكوكورنس ماتريكس انا بحسبها عشان افرق بين الصورتين. لكن هل انا هرجع بقى من الفيتشر بتاعتي اللي هي زد 1 وزد 2 دي للصوره؟ لا انا مش محتاج ارجع، انا محتاج اوصل للتارجت بتاعي. التارجت بتاعي يقول لي اذا كانت العربيه موجوده او مش موجوده، الشخص ده مثلا مريض ولا مش مريض. تمام، فانا هنا محتاج ان انا اطلع فيتشر يعني عاوز اطلع حاجه تفرق بين الصورتين. واضحه؟ تمام طيب واضح. الصورتين هيختلفوا ازاي اصلا؟ تعال نفكر كده، العربيه لو موجوده القيم هتختلف، العربيه مش موجوده القيم برضو هتختلف. تمام، يعني مثلا لو العربيه موجوده كانت القيم دي اللي في النص هنا مثلا لو موجوده كانت القيم دي كلها تبقى كبيره، لان العربيه مثلا لونها اسود فكل القيم بتاعتها تبقى كبيره، فالمكان ده كل القيم هتبقى كبيره، هتلاقي مثلا الثمانيه اتكررت ورا الثمانيه، السته ورا السته بكتير. هتلاقي مثلا عند الايدج هنا كانت واحد، كل القيم دي كانت واحد، لان ده مثلا كان ابيض، واحد واحد واحد، بعدها هنا تلاقي قيمه كبيره مثلا زي 8. ده العادي بتاع الصور، لو انتوا فاكرين الصور بتتكون من ايه؟ من جري سكيل. لو جينا نمثل نبص على الصوره وبصينا عليها المره اللي فاتت از جري سكيل، لقينا ان احنا نقدر نشوف الصوره في الفاليو جوه، يعني مثلا عندك العربيه هتبقى القيم بتاعتها كبيره عن اللي بره، اللي بره دي مثلا ابيض كلها مثلا الطريق، اذا او اذا كان مثلا السماء هنشوف صوره قدام هتوضح الدنيا معانا. تمام، فانا اللي عاوز اعمله ان انا احدد فيتشر من الصوره دي تفرق الصوره الثانيه. تمام، فلو موجود الاوبجكت هيتكرر مثلا مجموعه من السيكونس معينه، في حين لو مش موجود الاوبجكت مش هتتكرر. فاكيد الفيتشر فيكتور اللي انا هطلعه هنا هيختلف عن الايه؟ عن الثاني اللي هو بتاع الاكس هيختلف عن الواي، لكن انا مش عاوز ارجع، انا ارجع للواي او للاكس مش محتاج ارجع. واحد كده يا شباب؟ اه واضحة. ماشي. احنا كنا في الداتا سيت في الاول، بس عشان ارسخ المعلومه دي معلش انا عارف ان انا متعب قوي. كنا في الداتا سيت في الاول كنا بنمسك الداتا سيت بنقول عندنا فيتشر ماشي، عندنا اكس وعندنا واي، كنا بنقول مثلا عندنا اكس 1 عندنا اكس 2 وهكذا. كانت مثلا اكس 1 كنا بنقول بتمثل فاليو معينه، اكس 2 كانت بتمثل فاليو 2، اكس 3 كانت بتمثل فاليو 3، اكس 1 مثلا كنا بنقول وليكن انا عاوز اديك سعر البيت، عاوز اديك سعر البيت، فانا شغال مثلا لينير ريجريشن، فعندي مثلا والله لو مكانه في الحته الفلانيه او مثلا عدد الاوض كذا او مثلا هو كام دور، فدي قيم كلها فيتشر. تمام، انا عندي الفيتشر دي از فاليو، مثلا هنا عندي 2
هنا مثلا عندي 5 اوض، هنا مثلا في الاخر عندي وليكن، احنا قلنا اخر حاجه كانت ايه، كام دور مثلا، دول دورين، فيقول لك مثلا ان سعر البيت ده وليكن 100,000، تمام. طيب انا بقى محتاج لو جاتني صوره بقى ما فيهاش الفيتشر دي، صوره البيت، ماشي، صوره البيت اهو، بيت متاخد دور صوره، اقدر احدد منه الفيتشر دي، تمام. بس مش انا مش هحدد الفيتشر دي نفسها، انا هحدد فيتشر زي ما بالظبط كده، الارقام دي قدرت ان انا ادخلها للموديل، الصوره بقى انا مش قادر ادخلها للموديل، لو قلت له خد الصوره دي مش هيفهم، هو هيقول لي اديني فيتشر زي الفيتشر دي بالظبط، فانا عاوز اوصل من الصوره للفيتشر دي، واضحه كده يا شباب؟ فانا هنا بعمل فيتشر اكستراكشن، بستخدم المجموعه من الفيتشر دي بحيث ان انا اطلعها، بحيث ان انا افرق الصور عن بعضها زي ما هنا كنت بفرق البيوت عن بعضها. واضحه كده كده يا شباب ولا ايه؟ اه تمام. ماشي، احنا دلوقتي فهمنا الى حد ما ازاي ان انا استخدم التو كورنس ماتريكس، او بتستخدم في ايه؟ انا احسن ناس تمسح الشفرات دي بس. والميتنج قفل ولا لسه؟ لسه صح؟ معايا؟ مع حضرتك. ماشي، بصوا هنا يا شباب، بقول لك ان الصوره اللي كانت فوق كان 3 بت، ايه 3 بت دي؟ 3 بت يعني انا عندي 8 ليفل بس، 8 ليفل انتنستي. الباشمهندسه اللي كانت بتسال، انا مش عارف اسمائكم، الباشمهندسه اللي كانت بتسال كانت بتقول لي طب ال 8 والديستنكتد فاليو وال 256، هو هنا بيقول لك انا فرضت عشان تبقوا عارفين الفرض هيبقى ازاي، هو بيقول لك ان الصوره دي 3 بت، 3 بت يعني ايه؟ يعني كل الرينج اللي هيتراوح عندي هي 2 اس كام؟ اس 3 اللي هي 8، اللي هي من 1 ل 8، تمام؟ اللي هم 8 فاليو، يبقى المصفوفه بتاعتي هتبقى كام؟ 8، 8 رو 8 كولو. نطبق القاعده بقى، لو انا عندي مثلا 10 بت، تمام؟ يبقى هتبقى ايه؟ يبقى 100%. هتبقى 100%. لا خدي بالك، 10 بت، 10 بت يعني هتبقى 2 اس 8، اشوف هتطلع بكام، بعدها تبقى ايه الرقم ده في الرقم ده. 10 بت يبقى 2 اس 10 ايوه 2 اس 10. لا ده يبقى انا 100. لسه، انا لسه ما هي 100، ال 100 دي هتبقى ايه بقى؟ اللي هي الفاليو بتاعت، مظبوط، تبقى 100%. ماشي، بعدها برضو الطبيعي بتاعنا انا بتكون 8 بت، 8 بت، هتبقى كام؟ 2 اس 8 اللي هي 256، تبقى 256 في كام؟ 256. معلش دقيقة، ماشي. هنا بقى في جزء تاني هنبص عليه، احنا دلوقتي كل اللي حسبناه، انا حسبنا ايه؟ لما كانت الزاوية بزيرو. يعني ايه الزاوية بزيرو؟ يعني انا بحسب التكرار ورا بعضه، تمام؟ طب انا لو واقف هنا، هل ان انا اقدر ممكن اتريس حاجه تانية؟ قال لك ايوه، انت ممكن تستخدم حاجه اسمها ايه، تستخدم الزاويه بتاعتك. الميتنج هيقفل بعد 10 دقائق. ممكن تستخدم الزاويه بتاعتك بكام؟ ب 90. 90 دي يعني ايه؟ يعني تبص لفوق، تبص مثلا لو قلنا هنا طب خلينا نرسم احنا صوره هنا بسرعه. اعذروني على الخط ده بقى يا شباب عشان انا ما اللاب ما اتخبطش يعني. لو عندي هنا، هنقول هنا مثلا خلينا نقول الرقم ده ترسم كام؟ اقرب الى 8، ماشي، والرقم ده مثلا 1، الرقم ده 3، رقم ده 2، ده مثلا كان 0. الأرقام دي معلش هيروغليفي، فاحنا مضطرين ايه نركز فيها شوية. 4، ده كان 5، ده يبقى 8 برضو، ده يبقى 1، يعني خلي 2 كده، نخلي تمام كده يا شباب. لو انا عندي الصوره بالشكل ده، تمام، فقال انا في 3 دايركشن ممكن اشتغل فيهم، ايه 3 دايركشن او 4 دايركشن ممكن اشتغل بيهم؟
ايه اول دايركشن؟ دايركشن العادي اللي احنا اشتغلنا بيه اللي هو كان ايه الزاويه بتاعتي الثيتا بتاعتي كان بكام؟ بزيرو، اللي هو انا بشوف تكرار الواحد بعد الواحد والواحد بعد الاثنين او الاثنين بعد الواحد، الثمانيه بعد الثمانيه، الاثنين بعد الثمانيه، تمام؟ فانا شغال كده بمشي صف بصف زي ما الباشمهندس قالت، انا هشوف الواحد اتكررت مع من واحد لثمانيه كم مره، وبعد كده اشوف الاثنين اتكررت مع من واحد لثمانيه كم مره، تمام؟ بعدها قال لك لا انا ممكن اشتغل مثلا بزاويه 45. ايه زاويه 45 دي؟ قال لك لو انت واقف عند البيت دي اللي هي رقم اللي هي في النص دي اللي هي 8، قال لك هتبدا تبص لفوقيك، تمام؟ فهتشوف مثلا الثمانيه جت قبلها الاثنين كام مره؟ الاثنين 8، تمام؟ الاثنين ثم ايه؟ ثم 8 وهكذا. لو انت عند الاثنين دي ثم دي تبقى دي كام يا شباب؟ تبقى 2 4 وهكذا. طيب قال لك لو عاوز تشتغل 90 زاويه 90، قال لك هتبص لفوق بقى، تمام؟ فدي الواحد جت قبل الثمانيه كام مره، ادي الاثنين دي جت قبل الاثنين كام مره، الاثنين دي برضه جت قبل الثمانيه كام مره. طب لو عاوز تشتغل زاويه 135 نفس السنتكس برضه عكس 45، لو انت واقف عند الاثنين هنا فبتقول الاثنين جت بعد الواحد دي كام مره، يعني الاثنين ثم واحد، تمام؟ ثم الواحد دي، طيب الواحد دي جت قبل مين يا شباب؟ حد يقدر يقول لي؟ لو انا شغال 135 الواحد دي يا شباب، هي المفروض أول واحدة فما جاتش قبل حاجة. لا جت قبل الثمانية اللي هنا يا شباب في 135، لو انا شغال زاوية 135، اللي فوق وتحت يعني؟ ايوه، ما انا ببقى واقف عند الثمانية، تمام؟ ببدأ ابص بالزاوية بتاعتي، الزاوية بتاعتي ايه؟ لو زيرو ببص على اللي بعدها، فالثمانية جت قبل كام؟ الاثنين. طيب انا لو شغال زاويه 45 هبص للي فوقيها على اليمين اللي هي الاثنين، بصوا للرسمه دي اهي. طب لو شغال 90 يبقى هبص للي فوقيها، تبقى الواحد جت قبل الثمانيه اهي، الواحد هنا والثمانيه اهي اللي انا واقف عندها. بصوا للصوره دي كده، البوينت اللي هنا هي اللي انا واقف عليها، حط الصوره دي كده على الثمانيه، النقطه دي حطها على الثمانيه، تمام؟ لما تحطها هنا لو انت شغال زاويه 90 تبقى الواحد هنا جت قبل الثمانيه. طب هنا الواحد دي لو انا شغال 135 مين اللي هيجي بعدها؟ بعدها هيبقى الثمانين، لكن ثمانية قبلها قبلها ما فيش، ايوه. طيب الاربعه دي مين قبلها بقى؟ لو انا شغال زاويه 45 الاثنين. تمام، بس خدوا بالك السيكونس بتاعي هيبقى ايه بقى؟ انا بعد في كام دلوقتي؟ بعد في 2 8، مش 2 4 قصدي، مش 4 2، 2 ايه؟ 4، تمام؟ وهكذا. فانا دلوقتي قلنا ايه الكورنس ماتريكس بحسبها ازاي؟ لو عندي 8 بت بحسبها ازاي، او عندي ان بت بحسبها ازاي؟ قلنا تبقى 2 اس ان، وبعد كده هضرب الرقم ده وليكن يطلع لي ام، فتبقى ام في ام. بعدها لو كانت مثلا لو كانت 256 او 256 256، بعدها قلنا ان احنا عندنا 3 كيس ممكن استخدمهم طبعا، اذا كانت مثلا زاويه بزيرو، او السيتا كان 45، او كانت 90، او كانت بكام؟ 135. هو الميتنج باقي فيه 5 دقايق، احنا لحد ما خلصنا خلاص الكورنس ماتريكس. طب خلينا بالمره نكمل قبل ما يقفل وندخل على الكود المره الجايه، بس اتمنى تكونوا فاهمين يعني. انا هو العدد قليل والدنيا حلوه النهارده، مش عارف العدد قليل ليه يعني، مش مهتمين ولا ياسمين ما بلغتكمش ولا ايه؟ بعد ما حسبنا الكو كورنس ماتريكس يا شباب، حد قال لي هستخدم الكو كورنس في ايه؟ شوف بقى ايه اللي بيحصل ده. هو الشير واقف عندكم صح؟ وقف دلوقتي. طب ايه انت ملغمة يا ياسمين بالموعد؟ ايه؟ ملغمة بالموعد؟ قايله لهم
طب ما يظهر الشير معاكم بلغوني بس، مش عارف المشكلة فين أصلا. تمام كده صح؟ تمام كده ولا لسه؟ لا لسه. لا لسه مظهر. ظهر صح؟ اه كده ظهر. بص احنا بعد ما حسبنا الكوكورنس ماتريكس قال لك بقى ان انا في طبعا الناس اجتهدت. طبعا خدوا بالكم موضوع الفيتشر اكستراكشن ده، المرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي فيها شغل كتير جدا. يعني ايه شغل كتير جدا؟ يعني ممكن حضرتك تقعد كده مع نفسك، انت داخل لك صوره تمام، انا كل اللي عاوز اعمله في الفيتشر اكستراكشن عشان نبقى فاهمين، عاوز اخد من الصوره دي فيتشر. خلينا نفهم ايه فعلا معنى فيتشر. فيتشر يعني حاجه تفرق الصورتين من بعض. لما تدخل لي صوره اكس وصوره واي، الصوره بتاعتها مثلا الليبل ده مريض ده مش مريض، انا عاوز افرق بين الاثنين. فكل اللي انا محتاج اعمله ان اطلع بروبرتيز تفرق دي عن دي. فحضرتك لو قعدت كده اخترعت طريقه، اصل خلينا نقول كده بدهيا، اخترعت طريقه تفرق الاثنين من بعض، فانت كده ايه عملت فيتشر اكستراكشن بروسيس او ميثود تمام. فالناس دي قالت لك بقى انا بما ان انا عملت الكوكورنس ماتريكس فانا هقدر ان انا اشتغل عليها واطلع منها كام حاجه. ايه الكام حاجه اللي انت ممكن تطلعهم؟ قال لك والله انا اول حاجه ممكن اطلعها حاجه اسمها الكونتراست. قال لك كونتراست دي، قال لك والله احسبها بالطريقه دي اللي هو السمشن باور اي وجي، اي وجي اللي هي اكس وواي، الاي ماينس الاي، الاي ماينس الجي باور 2 تمام، في البروبابيلتي وفي الاي وفي الجي. البروبابيلتي ده اللي هو ايه اللي احنا حسبناه فوق، اللي هو تكرار الاي بعد الجي او الجي بعد الاي وهكذا. لو جيت مثلا الكورليشن، الانرجي، الهوموجينيتي، دول احسبهم ازاي او ايه القيم دي اصلا؟ قال لك دي قيم لو حسبتها لكل فاليو في كل مصفوفه هتبقى يونيك. وهنشوف الكلام ده في واقع فعلي في صوره بعد ما حسبناها وجينا نفرق او نستخدم مثلا الكورليشن مع الانرجي. ايه اللي حصل؟ لقينا ان في اختلاف فعلا جذري ما بين مثلا ان انا ابقى واقف في صوره وواقف في صوره ثانيه. انا ابقى واقف في صوره فيها عربيه وفي صوره ما فيهاش عربيه، القيمه تبدا تختلف تمام. ليه؟ لان دي كلها ستاتستيكال ميثود زي ما احنا قلنا. عندي هنا مثلا الانرجي، الانرجي بتساوي ايه؟ الانرجي دي من اسمها كده القوه، اللي هي القوه بتاعت مين اصلا؟ اللي انا بقول لك مثلا الاي جت قبل الجي كم مره، لا وسكوير كمان تمام. فدي تختلف طبعا طبيعه كده تختلف من كل صوره لصوره. وخد بالك انا بطلع ايه؟ بطلع فاليو لكل قيمه بقى لكل تكرار تمام. يعني هنا مثلا هطلع الفاليو هاخدهم كلهم القيم كلها، هبدا ان انا ايه اجيب السكوير بتاعها بحيث ان انا في الاخر يطلع لي قيمه واحده لكل صوره تمام. هنا برضه هيطلع لي قيمه واحده لكل صوره، هنا يطلع لي قيمه واحده لكل صوره، يعني انا بحسبها لكل واحده وفي الاخر اعمل السمشن. واضحه كده؟ يعني انا هنا هعمل سكوير لكل سيكونس هو جه كم مره، وليكن مثلا 8 و8 اتكررت اربع مرات، هتبقى 8 اربع مرات سكوير.